صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاثنين 11 كانون الاول ديسمبر 2017. بيسعد نرحب بضيفنا بالاستوديو مستشار رئيس حزب الكتائب استاذ ساسين ساسين. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. يعني اليوم بدنا نحكي معك عن القدس. امبارح صار في عناوين كثيره من اين تمر طريق القدس، علما انه الكل يسلم بأن في لبنان أقله بأن القدس هي عاصمة فلسطين والقدس عربية. حتى الكتائب كان عندكم موقف وأكدتوا ورفضتوا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بذات الوقت كان في كمان بالأمس موقف من النائب سامي الجميل منتقدا فيه التظاهرة التي جرت في عوكر. إلى أي مدى أساساً التظاهر ما فيه شغب، بالمعنى اللي هو مجرد ينزل أكثر من 10 أشخاص إلى الشارع أكيد بده يصير فيه شغب ما في كل بلدان العالم، ليش عنا بلبنان ترجع بتاخد منحى الأمور إما مذهبي إما يعني عرقي بدنا نسميه معين أو جنسيات؟ يعني في شيء مشكل فعلاً بالهويات بالبلد، وبصير انه اذا حدا حط شعار على الحيط يعني هو خرب الاملاك العامه، بوقت انه انتم كحزب اليوم بالمعارضه عم تدعوا دائما باكثر من استحقاق للتظاهر، وبتعرفوا انه بالمظاهرات بده يصير في تخريب معين، يعني الناس بتعبر عن الرفض بطريقه مش عنفيه بس بذات الوقت مش 100% سلميه. يعني ايضا من ضمن العناوين اليوم شو موقفكم من الحكومه، كمان استمريتوا اليوم بالمعارضه ومثل ما بيقولوا لاطينهم على المفرق للحكومه عند كل استحقاق والنائب النفس وغيره، وكان الكتائب سجل عليه بانه صمت بوقت كان لازم يحكي ويرفع الصوت دفاعا عن السياده والحريه والاستقلال باستقاله رئيس الحكومه سعد الحريري من خارج لبنان. كان موقفه خجول الى حد انه ما بين كمان، عم نحكي بفتره الاستقاله قبل عوده الرئيس سعد الحريري. والبعض يسال اليوم ماذا جرى في الاجتماع الشهير بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والملك ولي العهد السعودي بزيارات الاستدعاء اللي كانت قبل استقالة سعد الحريري. هل أنتم من اللي كنتوا أو من اللي بيعتبروا اليوم من خانوا سعد الحريري أو تآمروا عليه في السعودية؟ شكرا ميشا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأجدد ترحيب بضيف المستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين. أستاذ ساسين، بداية من تأييد للقدس، هل خطاب وزير الخارجية جبران باسيل يمثل حزب الكتائب خطابه بالجامعة العربية؟ تؤيدون موقف لبنان الرسمي الذي أتى على لسان وزير باسيل؟ يعني من الأكيد إذا حاب يراجعوا المواقف اللي صدرت عن حزب الكتائب بموضوع القضية الفلسطينية، نحن كحزب وإن كنا دائما ندعو إلى تطبيق مبدأ الحياد، كنا دائما نتبنى القضية الفلسطينية المحقة للشعب الفلسطيني، لأنه حتى لو كنا عم نطالب بالحياد ما فينا إلا ما نكون مع هذه القضية المحقة. نحن لما نطالب بالحياد نكون عم نطالب بحياد لبنان عن صراعات الأشقاء، من ضمن الحياد عن العدو الإسرائيلي؟ لا طبعاً، هي العمل اللي كان لما بنتبنى القضية الفلسطينية، يعني احنا ما عم نقول الحياد مع العدو الإسرائيلي، بالعكس نحن مع القضية الفلسطينية. هي واحد. اثنين، نحن اليوم على علاقة مباشرة مع السلطة الفلسطينية، وكان في استنكار واضح لحزب الكتائب بشخص رئيسه يلي اتصل بالرئيس الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واستنكر القرار الأمريكي بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وبذات الوقت كمان الرئيس الجميل، فخامة الرئيس الشيخ أمين الجميل، كمان كان عنده نفس الموقف ونفس التواصل. فمن هون نحن أكيد نحن مع تجيش الرأي العام العربي وتجيش الرأي العام الدولي والعالمي من أجل إيجاد مخرج وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن اليوم اللي نحن عم نشوفه بهالمجال هيدا، صحيح أنه القرار الأمريكي هو قرار غير محق أطلاقا وقرار مضر بالقضية الفلسطينية، ولكن علينا اليوم أولا أنه ننظر للأمر بواقع تاني. الواقع التاني اليوم
هو أول شيء أن تتوحد القوى الفلسطينية. لما بتتوحد القوى الفلسطينية بيكون عندها موقف واحد، كمان ما بيعود حدا يقدر يخرقها. واحد. اثنين، أن تتوحد الجهود العربية بإيجاد الحلول اللازمة للقضية الفلسطينية المشرفة للشعب الفلسطيني. بس شو هي بالنسبة لكم الحلول اللازمة؟ يعني الوزير جبران باسيل يدعو العرب إلى الثورة وإلا الموت لأمة النائمة، يعني اللي هي المقاومة. نحن جربنا الثورات إذا بدك الحقيقة. اليوم هذا كلام فيك قد ما بدك تروحي فيه للآخر الكلام، ولكن لوين بده يوصل؟ لوين بده يوصل إذا كل الدول العربية تعلن؟ ما حدا ثار بالعالم قد ما ثار الشعب الفلسطيني. ما حدا ناضل بالعالم قد ما ناضل الشعب الفلسطيني. وكلنا اليوم عم نشوف القضية الفلسطينية رجعت إلى الواجهة. اليوم عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة. علينا أن نستثمر هذه العودة إلى الواجهة الدولية من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية. بس هل وجد خلال كل سنين المجتمع الدولي أكيد حل؟ أكيد لحد هلأ ما نوجد الحل، لأنه لو كان في حل لكن خلصنا. طب بس ما خلصت المراهنات على الحلول الدبلوماسية؟ نحن اللي عم بقول لك إيه، نحن مع القرار الفلسطيني الموحد بهذا الاتجاه، وكمان نحن مع الضغط العالمي والدولي على أصحاب القرار لحتى بالنهاية تنتهي هالمأساة، لأنه هي فعلا مأساة. مأساة للشعب الفلسطيني، مأساة لغير الشعب الفلسطيني كمان. نحن عم نعاني منها كمان بلبنان نتيجة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وغيرنا كمان عم بيعاني منها بالعالم إذا بدي. فلذلك وهذا حق العودة إلى دولة فلسطينيين، هذا حق للفلسطينيين. ولكن كمان مثل ما عميلي بقول، أنا اليوم خلينا نروح بإيجابية. القرار الأمريكي صدر، القرار الأمريكي شجب من كل الدول تقريبا، وشجب على المستوى اللبناني من داخل اللبناني من كل القوى اللبنانية كمان بدون استثناء. ولكن أيضا علينا أن نستثمر ذلك من أجل اليوم في دعوات لتوحيد البندقية عربيا باتجاه قضية الأساس، باتجاه عدو أساسي هو إسرائيل. هل أنتم مع هذا الأمر؟ يعني اليوم شو اللي بيمنع من دون ما أنه ندلنا نقول أنه خلي الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، لأنه كمان الشعب الفلسطيني داخل فلسطين هو في سجن كبير. البعض يعتبر أنه خلي هذه الدول العربية بدل ما تغذي صراعات ونزاعات في بعض البلدان العربية توحد كل عواصفها وكل تحالفاتها العسكرية، طيران اللي بده يطلع بأجواء سوريا يطلع بأجواء فلسطين ويآزر الشعب الفلسطيني. هل أنتم مع؟ وحتى من لبنان أن تكون هنالك مقاومة داعمة؟ أكثر دولة دفعت ثمن القضية الفلسطينية هو لبنان. لا بس أكيد نحن أكثر ناس مشاركين بالمقاومة، وهذا باعتراف أكثر ناس دفعنا الثمن، سواء أكان من وقت الاجتياح الإسرائيلي بالعام 82 وصولا لليوم. نحن أكثر ناس، كل الدول المعنية بالصراع العربي الفلسطيني كان يواجه إسرائيل من الحدود اللبنانية ويدفع لبنان. لأنه نحن كمان ضمن هذا الصراع العربي الإسرائيلي وليس ضمن فقط هذا الإسرائيلي. نحن ضمن هذا الصراع، وليس هذا الصراع محصور بلبنان. لا ما محصور، أنا عم بقول لك بالعكس، اليوم عواصف اليوم حزب عربية تنطلق على لما بتجي. إذا كل الدول العربية تتوحد بقرار واحد بكافة الحدود المشتركة مع الكيان الإسرائيلي العدو الإسرائيلي، ساعتها لبنان ما بيقدر يكون خارج الإطار والتضامن العربي. بس أنه كلهم يتوحدوا ويجوا يفتحوا العملية من لبنان، لا أكيد لبنان منه ساحة لحدا، ولن نقبل بأن يكون ساحة لحدا. هون ندخل إلى المواكبات اللي صارت. شو ملاحظاتكم؟ امبارح كان عندكم كتير انتقادات لتظاهرة عوكر. شو هي هيدا الشيء اللي يخليها البعض يقول إنه الكمكم داخل كل حزب إنه يرجع للتاريخ ليوصم المتظاهرين بوصمات معينة؟ شو هي المظاهرة؟ المظاهرة هي حق، هي وجه من وجوه ممارسة النظام الديمقراطي. نحن مش ضد التظاهر إطلاقا، نحن مع التعبير عن الرأي بالتظاهر، ولكن أن يكون هذا التظاهر منضبط
أن يكون آمن للمنطقة اللي عم تتظاهري فيها. يعني اليوم امبارح شفنا تظاهرات بوجه السفارة الأمريكية بعوكا. طيب هالتظاهرات بالبداية كان في تجمع العلماء بمظاهرة، كانت مظاهرة ما كان فيها أي مشكلة ولا حدا انتقد التظاهر المنضبط. أما أنه يتبع هذه التظاهرات أعمال شغب وتكسير للمحلات وتكسير للشوارع وللزينة وإلى ما هنالك من أمور شفناها كلنا امبارح على كل شاشات التلفزيونات، وبالأخص على شاشة الجديد شفنا كل اللي صار. هاي الأمور مرفوضة. يعني اليوم لما بتكون عم تتظاهر، بس ليش ما بيصير التركيز على هذه الأمور؟ مش بيصير شعار مثلا طريق القدس لا تمر من عوكر؟ هلا مين قال أنه أساسا يعني طريق القدس بدها تمر من عوكر أو من غير عوكر؟ طريق القدس لا تمر من عوكر ولا تمر من أي منطقة، بس تمر ولا من تمر من أي منطقة، مش تمر من لبنان، تمر من خلال المجتمع والتضامن العربي كله سوا. نحن ما عندنا مشكلة فيها إطلاقا، ولكن طريق القدس لا تمر من عوكر. نحن سمعنا امبارح على التلفزيونات الناس اللي تضررت ببيوتها وتضررت بممتلكاتها عم تطلع تعبر عن رأيها، أنه خيط أنا شو ذنبي اليوم تتيجي تكسر لي محلي؟ العالم لا مش مزبوط. لما يصير في إفراط باستخدام العنف أيضا من قبل القوى الأمنية بده يصير فيه، ما هو أساسا المشهد متبادل. ليش بده يصير إفراط بالتعدي تيصير فيه إفراط باستعمال القوة من قبل القوى الأمنية؟ بس هو القوى الأمنية عادة ما بتتعدى على المتظاهرين إلا لما المتظاهرين بيتعدوا على القوى الأمنية. بس بلبنان لا، كان في خروقات، في استثناءات كتير، أكيد في صار في تعدي من القوى الأمنية على المتظاهرين. أنا ما بدي دافع لا عنهم، يعني هيدي مشهد القصف العشوائي بالأنابل المسيلة للدموع وغيرها، كان كل ذلك لا يبرر تكسير محلات الناس، لانه مش الناس العمال يتعدوا على المتظاهرين. بس هو تكسير محلات الناس حتى ما يكون المشهد كمان الناس تحس انه فاتوا اقتحموا المحلات وكسروا، ما كان هيك المشهد. كسروا يعني صار في لانه رمي الحجاره ببعض المحلات. منه مظهر حضاري للتظاهره. يوم كان المفروض بالمتظاهرين هو تعبير عن الراي. التعبير عن الراي مسموح، التعبير عن الموقف مسموح، وما حدا عم بيقول لا اطلاقا. ولكن ما في لزوم للاعمال الشغب، هيدا اللي كنا عم نقوله امبارح واللي رح نقوله اليوم واللي رح نقوله بكره. يجب منع اعمال الشغب من اجل تحقيق الغايه المنتظره من المظاهره، لان المظاهره لما بيلحقها اعمال شغب بتضيع الغايه تبعوتها، ما بيعود حدا يركز على الهدف اللي من اجله اجت المظاهره، بصيروا يركزوا على شو؟ على اعمال الغير منضبطة اللي عم تصدر عن المتظاهرين. بس ليش كل التركيز فقط على ردة فعل أو فعل المتظاهرين وليس على كمان طريقة القوى الأمنية؟ يعني ما شفنا حدا كمان انتقد أنه في إفراط باستخدام العنف كان في بعض الأماكن. ما عم نقول نحن ما عم نتوجه بأي اتجاه. يعني في أحد المتظاهرين شفناه على الكاميرا انه عم ينضرب على راسه بوقت الكل بيعرف كيف بيصير في خطأ. اساليب يعني المنع اللي لازم تستخدمها القوى الامنيه كله كان في كاميرات كلها امبارح شماله، يعني شوف بس ما حدا طلع عامل شيء تغريده انه لا الموضوع. كمان في افراط بالعنف من هالمين، ما حدا عم بيقول شيء بهالموضوع. كل اللي عم نقوله انه اذا كان في افراط بالعنف ووثق بالكاميرات اللي عم تحكوا عنها، في مراجع قانونيه وقضائيه بيقدروا يلجأوا لها ويحاسبوا المسؤولين عنها. بس انه إذا أحد عناصر القوى الأمنية أفرط باستعمال القوة منبرر نحن أنه نرمي حجارة على محلات الناس ونكسر بيوت الناس؟ لا، هذا مش مبرر أبدا. لا هو مش تبرير، بس هو ليش التركيز كان فقط على هاي؟ لأنه في وجود المتظاهرين غير لبنانيين، المتظاهر كمان المتظاهر يلجأ للقضاء. ما القوى الأمنية والقوى العسكرية في قضاء لإلها، القضاء العسكري موجود يروحوا يتشكوا عليهم وفقا للقانون ووفقا للسلطة اللي ممنوحة لكل لبناني. كل لبناني عنده سلطة التقاضي، بيقدر يروح إذا كان التعدي عليه حاصل من القوى العسكرية بيقدر يروح على المحكمة العسكرية، على الشرطة العسكرية، بيقدم شكوى بالنيابة العامة العسكرية، بتتحول للتحقيق، وعندك كل شيء موثق مثل ما عم نقول بالكاميرات، والقضاء العسكري بحاسب. ما في أي مشكلة بهالموضوع. طيب بس هون لما يغرد نائب سامي الجميل بأنه بمعنى، يعني هو أعاد نشر تغريدة عن أنه فقط في لبنان غير اللبناني قوي ويستقوي على جيش البلد ولا يحترم حرمة البلد. مين عمل يعني كمان في منطق معين أنه اللي كانوا امبارح متظاهرين
مين كان عم بيقول هيك عم بيفرزون يعني بين لبناني واجنبي او فلسطيني؟ ليش بدنا نرجع لهذا المنطق يعني للمظاهره؟ اذا بدك المضبوط، لانه امبارح عم نشوف اشياء كثيره على الساحه الداخليه، عم نشوف فيديوهات لاشخاص غير لبنانيين بلباس عسكري وبسلاح وقاعدين بمراكز ونقاط عسكريه على الاراضي اللبنانيه، وعم يتفاخروا بانه هن جايين اليوم لحمايه الحدود اللبنانيه ولتحرير فلسطين، او لدعم ولا مش لدعم، يعني يرفضوا على السياده هون. هيدا الموضوع، هيدا خرق لسياده لبنان، في خرق واضح وفاضح لسياده لبنان، وهيدا الخرق نحن اليوم رح بدنا نطالب الحكومه اللبنانيه، بدنا نطالب السلطه اللبنانيه ب إيجاد عم تحكي عن زيارة قيس الخزعلي إلى لبنان وعدد من امبارح كان في فيديو لشباب أفغان وعراقيين وغيرهم من الشباب اللي بلباس عسكري وبكامل عدتهم وعتيدهم وأسلحتهم قاعدين بمراكز بجنوب لبنان، منطقة كفر حمام إذا بعدني بتذكر مزبوط بالفيديو، وغيرهم وغيرهم. هيدا شو اسمه هيدا؟ هون في سيادة بعد للبلد؟ في قرار الحرب والسلم بعده بإيد الدولة اللبنانية، بإيد مين؟ وين صرنا؟ بأي شريعة صرنا؟ هل هذا اللي صار امبارح هو تنفيذ للموقف يلي أعلنه سماحة السيد من حوالي شي شهر وشوي بفتح الأجواء اللبنانية؟ هل هيدا ضمن هذا الإطار؟ هون دور الحكومة، نحن عم نحط بنحمل المسؤولية إلا الحكومة، نحن حزب مسؤول ومسؤوليتنا بتحاسب الحكومة، والحكومة هي اللي مسؤولة عن سيادة الدولة. نحن بدنا نطالب الحكومة وبدنا نحاسب الحكومة وبدنا نحاسب السلطة بهذا الخرق الفاضح للسيادة اللبنانية. ليه بتعتبروه خرق؟ ما بتعتبروه بوقت بذات الوقت البعض يقول يعني اليوم عن موضوع فتح الساحات او تحويل او يعني وتوجيه رساله، انه الرساله ما انها موجهه الى داخل لبنان اللي كانت عم تنقال، موجهه للعدو الاسرائيلي انه اليوم مش الخطر هو عليكم وليس على لبنان. يعني عندنا دولة، عندنا دولة اسمها لبنان، عندنا الجمهورية اسمها الجمهورية اللبنانية، مزبوط، عندنا رئيس جمهورية، عندنا رئيس حكومة، عندنا برلمان، هو اللي بيحكوا باسم لبنان، مش مين ما بده بيستدعي ناس من خارج لبنان يجوا يحملوا سلاح ويقعدوا بقلب لبنان. وينية الدولة بهيك حالة؟ في مصطلح اليوم صاروا عم بيقولوا وينية الدولة؟ ايه وينية الدولة؟ الدولة لازم تتحمل مسؤولياتها. وين مسؤولية الدولة بوجود أغراب على الأراضي اللبنانية حاملين سلاح؟ وين مسؤوليتهم؟ ما في شيء ببرر وجود عناصر أجنبية على الحدود اللبنانية أو بأي منطقة لبنانية بسلاحها تحت أي زريعة وتحت أي حيشة. ما بتعتبروا أنه عنوان هو فكرة يعني التأكيد على أن كل الحدود اللبنانية والحدود السورية والحدود العراقية بأنه هذه ليس فقط دول جوار وإنما هي فعلا دول طوق لإسرائيل، يعني هن عم بيسكروا على هذا الكيان ويقولوا له كل الأماكن عندك صارت هي أماكن توجه بنادقها إلى هذا العدو؟ هذا السؤال اللي بنرجع نسأله. اليوم عندنا مؤسسات شرعية وكنا نحن معارضة وضد هذه السلطة اليوم، ولكن نحن نحترم المؤسسات الرسمية. في عندنا مؤسسات بلبنان، عندنا جيش لبناني، مؤسسة محترمة ومؤسسة دافعت عن لبنان وعم بتقدم الغالي والرخيص بسبيل لبنان. وين كرامة الجيش اللبناني لمين بده يكون في ناس أجانب من جنسيات مختلفة قاعدة على لبنان وتدعي حماية لبنان جاي لتحمي لبنان؟ وين دور الجيش اللبناني؟ وين دور السلطة اللبنانية؟ المقاومة؟ أي مقاومة؟ نحن كنا عم نحكي عن مقاومة موجودة بلبنان، مقاومة للاحتلال، مقاومة لبنانية. وين صارت المقاومة معه؟ مقاومة شو؟ مقاومة مين؟ مقاومة على مين؟ هاي لي أسئلة كثير بدك توجهيها وبدك أسئلة بدك أجوبة لها، والأجوبة لازم تجي من الدولة، لازم تجي من المؤسسات، لازم تجي من السلطة، والموقف الرادع لكل هالأشياء السلطة لازم تاخده، لأنه هذا يسمى خرق فاضح لسيادة لبنان، خرق فاضح لسيادة لبنان، وتتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية. طيب بس ما الحكومة اللبنانية يعني رئيس الحكومة اللبنانية أصدر بيان بيكتفي بإصدار بيانات، رئيس حكومة بس مهمته يعمل بيان. هلا هو أصدر بيان أولي بس إنه يمكن يعني يصير في استكمالي. ويني صار إلى جمعة القصة؟ ما صار إلى جمعة، صار إلى جمعة من وقت الخزعلي لليوم صار إلى جمعة.
وين هي؟ شو التدابير اللي اتخذت؟ لبل من طلعت قصة الخزعلي بعد منها بيومين سربت فيديوهات جديدة لأفغان وغير أفغان. مزبوط ولا مش مزبوط؟ شو يعني؟ شو دور السلطة هون؟ وني السلطة؟ وين رئيس الحكومة؟ وين الحكومة؟ وين الدولة؟ ترفضون أن يكون لبنان؟ الجيش؟ ترفضون أن يكون لبنان هو منطلق لتحرير فلسطين؟ طبيعي جدا، مش لتحرير فلسطين. هيدا هو العنوان اليوم اللي عم مش هيدا الموضوع، مش لبنان هو منطلق لتحرير فلسطين. في قرار عربي بده يتاخذ واجماع عربي في مراهنه انه شفت طب الجامعه العربيه اخذت هيدا ليش كانه الواحد عم بيقول انه انا عم حط قراري بالمكان اللي هو عارف انه ما راح ياخذ هيك موقف فلسطين عندها حدود مشتركه مع لبنان سوريا مع سوريا الأردن. مع الاردن مزبوط مع مصر صح لما كل المعنيين بياخذوا قرار لبنان ما بيقدر يكون خارج الاجماع العربي بس انه مجموعه لبنانية أو غير لبنانية تأخذ قرار أن تستجلب مقاتلين من خارج لبنان إلى داخل لبنان تحت هالعنوان هيدا أمر مرفوض حتى الدولة والسلطة ما معها خبر فيه وإذا كان معها خبر فيه مصيبة وإذا ما معها خبر فيه مصيبة أكبر لأنه بتكون هذه السلطة هي سلطة هشة ما عم بتقوم بدورة ولا عم تعرف شو اللي عم بيصير على بس لما يكون كمان ما في قدرة للبنان وحده انه يكون بهذا الدور تعتبر يعني مندمر بلدنا تحت عناوين معينه مندمر لبنان بس لحد نكون ونحن عم نعمل ليش والله مقاومه في دمار لبنان ليش ما بتعتبر انه اليوم هو تحصين للبنان بمعنى انه الاسرائيلي مش وقت اللي بده فيه يجي يكزدر على لبنان وقت اللي بده فيه يخرق الاجواء اللي هو عم بيقوم فيها هذه الاعتداءات يعني لا الجامعه العربيه حصنت لبنان من الاعتداءات ولا المجتمع الدولي حصن لبنان من هذه الاعتداءات وحده الرادع اليوم يقال هو قوه ووجود المقاومه كنا بالاول بلبنان وانه قوتها لم تعد هلا على حجم لبنان يعني. كنا بالماضي لما نقول بسلاح حزب الله يقولوا لنا المقاومه والمقاومه استطاعت ان تخلق نوع من استراتيجيه دفاعيه توازن استراتيجي توازن رعب بوجه العدو الاسرائيلي طيب هذا التوازن الرعب اليوم يلي كانوا يحكوا فيه بالماضي كان بالمقاومه اللبنانيه وين صار توازن الرعب هلا اليوم يستدعي انه نجيب مقاتلين من خارج لبنان تنحقق هذا التوازن الرعب السؤال انا ما الي عليهم معلش خلينا نكون واضحين انا ما الي على المقاومه بهالموضوع انا ما الي على حدا انا الي على السلطه انا الي على الدوله بس هل موقفكم اليوم هو فقط موقفكم لانه في اللي شفناه يعني زياره لبعض المقاتلين بس هو موقفكم كل عمره ضد وجود حزب الله كمقاومه موقفنا ضد مزبوط يعني عمره. انه اليوم ما راح يكون انه بس لانه شفنا موقفنا كل عمره مع الدوله موقفنا كل عمره مع الجيش اللبناني موقفنا كل عمره مع السيادة اللبنانية حتى لما كانت الدولة اللبناني. والجيش اللبناني غائبة عن الجنوب غائب ولا مش غائب من أول كيف يعني شيء خلينا نكون واضحين اليوم عندنا جيش ولا ما عندنا جيش؟ نسيلي امبارح، عندنا جيش ولا ما عندنا جيش؟ عندنا قدرات بهذا الجيش أو ما عندنا؟ عندنا كفاءة بهذا الجيش أو ما عندنا؟ عندنا ثقة بهذا الجيش أو ما عندنا؟ أنا برأيي عندنا، كل المقومات لهذا الجيش موجودة. بيجي أنا اليوم بقرار ما بعرف من مين بفوت مقاتلين على لبنان، شو بعرفني هول المقاتلين بعدين شو بدهم يعملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ مين بيقول لي؟ البعض يقول التاريخ تاريخ مثل ما اليوم كل ما يعني انتم كحزب تحاسبون بتاريخكم اليوم تاريخ حزب الله هو اللي بيعطيه هذه الشرعيه بمعنى معين عم نشرع بالنسبه للبعض الحرب والسلم بيد فئه مش بيد سلطه لانه السلطه كانت عاجزه وكنتوا انتم مع عجز السلطه وترفضون تأييد قوه المقاومه بوقتها خلي هذه السلطه تقول انا عاجزه وسعت لك الحادث حديث خليها تقول انا عاجزه بس السلطة تدعي القوة وتدعي السيادة وتدعي تحرير لبنان وتدعي الحماية للبنان وتدعي وتدعي وبذات الوقت منقول ضعيفة ومش قادرة تعمل شيء ولازم نجيب ولازم ولازم معلش خلينا نتفق على المصطلح الأساسي وجود مقاتلين أجانب بلبنان تحت أي مسمى كان هو خرق للسيادة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من جيش وقوى أمن وحكومة ومن رئيس الجمهورية ونازل أنه يعالجوا هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وأخراج الجميع
من لبنان، من الحدود اللبنانية. طيب وجود مقاتلين أجانب عم بتقول، طيب وجود حزب الله كمقاومة على الجنوب؟ حزب الله خليني أقول لك، نحن من الأساس نحن ضد أي سلاح خارج إطار الشرعية. حزب الله كمقاومة واضح. يعني هذا موقف واضح لحزب التطهير، نكون واضحين عليه. نحن بالنسبة لنا منذ اليوم الأول ولا مرة طالبنا بإزالة هذا السلاح أو بتسليم هذا السلاح بالقوة، ولا مرة كان عندنا موقف موجه مباشرة ضد وجود حزب الله. نحن مكون حزب الله ومكون الطائفة الشيعية عنده حضور شعبي وعنده حضور سياسي بلبنان. حقنا نطالب، حقنا نطالب بأن تنحصر عملية السلاح، أي سلاح بيد الدولة اللبنانية. وهذه المطالبة ضمن الأطر الدستورية وضمن الأطر الرسمية. ومن هيك كنا عم نشارك بالعهد السابق بطاولة الحوار. طيب كانت بس عم سؤال، تؤيدون دور حزب الله المقاوم للعدو الإسرائيلي، دوره كمقاومة لما مسلحة؟ لما بيكون في اعتداء على لبنان من أينما كان، دور حزب الله ودور كل اللبنانيين بالمقاومة محفوظ للكل. المسلحة الكل مستعدين يدافعوا عن لبنان. أما أن تتحول هذه المقاومة اليوم، واللي شفناه امبارح انه هاي المقاومة اليوم عم تستدعي ناس حتى من خارج لبنان، يعني صارت هاي المقاومة ما عادت مقاومة لبنانية وما عادت مقاومة لحماية لبنان او مقاومة لحماية السلطة او كيف بدهم يسموها، صارت عم بتحاول تحل محل السلطة اللبنانية بكامل مسؤولياتها، بقرار الحرب والسلم، بقرار الدفاع، بقرار الهجوم، بكل القرارات صارت عم تحل محل السلطة. شو عاد إلى لزوم هاي السلطة؟ رح تابع معك بعد العودة مجددا إلى ميشا وما اخترته من الصحف. إليك ميشا. شكرا نانسي وأهلا بكم من جديد. جولة جديدة نبدأها على الصحف، واليوم مع صحيفة الشرق الأوسط. كشف مصدر قضائي للشرق الأوسط أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يشرف شخصيا على التحقيقات مع الموقوفين على ذمة التحقيق والذين شاركوا في التظاهرة أمام السفارة الأمريكية في عوكر، قائلا أن التحقيقات حتى الآن أثبتت أن لا خلفية سياسية لحالة الشغب، بل ناتجة من انفعالات لدى المتظاهرين. وأشار إلى أن ما أقدم عليه المتظاهرون من اعتداء على عناصر قوى الأمن يقع تحت طائلة الملاحقة الجزائية. ولفت إلى أن التحقيق يدور حول الاعتداء على قوى الأمن واستخدام العنف والشدة بحقهم ورشقهم بالحجارة أثناء أدائهم الوظيفي. وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان التيار مصر على التعديل الوزاري، بعدما طويت صفحة التعديل الوزاري الهادف إلى إقصاء وزراء القوات اللبنانية، لا تزال مطروحة بقوة فكرة تعديل يطال وزراء في التيار الوطني الحر. وبحسب مصادر متابعة، فإن قيادة التيار الوطني الحر ممثلة برئيسه الوزير جبران باسيل ترغب في استبدال نحو نصف وزراء تكتل التغيير والإصلاح الحاليين بوزراء جدد تحت عنوان فشل هؤلاء في إدارة وزاراتهم. وفيما لم يبدي الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط حماسة لإجراء تعديلات وزارية تطال وزراء القوات، تبدو فكرة استبدال بعض وزراء التيار الوطني الحر حاضرة بقوة لدى قيادة التيار، لأن بعض هؤلاء لم يكونوا عند التوقعات بنجاحهم في وزاراتهم. وحتى الآن لم يتضح بعد إن كانت التعديلات ستجد فرصتها، وخصوصا أنه سيكون صعبا إيجاد أسماء تراعي التوزيع المذهبي للوزراء الحاليين، فضلا عن موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون. ومن صحيفة الأخبار أنتقل إلى صحيفة الديار، وتحت عنوان الحريري لا يبدي حماسة للقاء جعجع. يتحدث مصدر سياسي في المستقبل عن مدى العلاقة السيئة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رغم محاولات رأب الصدع الذي حصلت منذ في الأسبوعين الماضيين، وابتعاد التيار الأزرق عبر كثير من مسؤوليه وكوادره عن إطلاق التغريدات عبر تويتر التي تتحدث عن ما تعرض له الحريري على غرار ما حصل خلال فترة احتجازه في السعودية والأيام التي تلت ذلك. والصعوبة في إعادة ترميم هذه العلاقة، يقول المصدر،
إلى أن الحريري وقياديين آخرين تحدثوا في مجالس خاصة عديدة عن مدى الدور السلبي الذي قامت به القوات بدءا من رئيسها سمير جعجع في التحريض على رئيس الحكومة، بما في ذلك ما حصل معه هناك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحزب قبل حوالي 3 أسابيع من الزيارة الثانية للحريري إلى السعودية. فرئيس الحكومة نفسه عبر عن هذا التحريض بتأكيده في بعض المجالس أمام المحيطين به أن جعجع حرض عليه مع فارس سعيد في السعودية، وأن مسؤولين سعوديين أشاروا إلى ذلك في خلال اللقاءات التي عقدها خلال فترة احتجازه في الرياض. وفي معطيات المصدر أن هذه الأجواء السلبية لدى الحريري والمحيطين به جرى إيصال بعضها إلى معراب عن طريق الوزير ملحم رياشي الذي أجرى تدخلا مع الوزير غطاس خوري بهدف تبريد الأجواء بين معراب وبيت الوسط والسعي لحصول لقاء بين الحريري وجعجع. ووفق معلومات المصدر فإن الحريري لم يتجاوب حتى الآن للرغبات التي وصلت إليه من جعجع بعقد لقاء لإزالة الجليد الذي أصاب علاقتهما، كما أنه لا يبدو مستعجلا لمثل هذا اللقاء نظرا لما يختلجه من غضب، بل لما وصلت إليه الأمور مؤخرا نتيجة التحريض عليه عند المسؤولين السعوديين. ومن صحيفة الديار أنتقل إلى صحيفة الجمهورية تحت عنوان الحكومة تتعثر في انطلاقتها الجديدة وحراك دبلوماسي يراقب النأي. رغم تأكيد البعض أن زيارة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي العراقي الشيخ قيس الخزعلي للجنوب سبقت إعلان بيان النأي بالنفس ومؤتمر باريس للمانحين، اعتبر بعض المراجع الرسمية الزيارة بمثابة خرق موصوف لبيان النأي بالنفس وكذلك لبيان باريس. وعلمت الجمهورية أن السفارات المعتمدة في لبنان لم تنتظر نهاية الويكند لتكتب إلى حكوماتها، بل سطرت تقارير إليها أمس وأمس الأول حول هذه الحادثة، مشيرة إلى أن اللبنانيين بدأوا يشككون ببيان النأي عن النفس الجديد فيما لم يجف حبره بعد. واعتبر أحد السفراء الكبار أن هناك فريقا يتعمد تعرية لبنان من صداقاته وعزله عن المجتمع الدولي بغية الهيمنة عليه أكثر فأكثر. ورأت مصادر سياسية معارضة في زيارة الخزعلي للجنوب رسالة إيرانية متعددة الأهداف لدوائر القرار الوطنية والعربية والدولية، مفادها أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يتحكم بقرار المنطقة السياسي والأمني والعسكري، وأن لا وجود في لبنان للدولة ولا وجود للقرارين 1701 و1559، وبالتالي إصرار المجتمع الدولي على قرارات الشرعية الدولية وإصرار الشرعية العربية على وصف حزب الله بأنه إرهابي سقط من خلال هذه الزيارة التي أكدت أنها تتجاوز قرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس. وختاما أنتقل إلى صحيفة الاتحاد وتحت عنوان انتفاضة باسيل، إنما تحت عنوان أكبر بري لباسيل برافو على أصلك. النمط الاعتراضي الآخر على القرار الأمريكي الاستفزازي عكسه وزير الخارجية جبران باسيل عبر الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. ارتدى باسيل البزة السياسية المرقطة وبدأ كأنه كان يعطي نظرائه درسا في المقاومة والعروبة، معيدا تثبيت دور لبنان الريادي في مواجهة كل عدوان سواء اتخذ الشكل العسكري أو السياسي، ومؤكدا أن المسيحيين أصحاب دور مركزي في هذه المواجهة. وعلمت الاتحاد أن باسيل تولى شخصيا كتابة نص الخطاب بعد عودته مباشرة من مؤتمر مجموعة الدعم الدولية في باريس، وهو انتهى من إعداده قرابة 2 من فجر يوم سفره إلى القاهرة ثم تولى مراجعته في الطائرة. وسيعرض باسيل على مجلس الوزراء الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين استكمالا لما طرحه على وزراء الخارجية العرب. أما الإجراءات التصعيدية والتصاعدية الأخرى التي دعا إليها فإنها يجب أن تندرج ضمن استراتيجية عربية موحدة، لأنها تفقد مفعولها وقيمتها إذا اقتصر التقيد بها على لبنان وحده. وأعرب الرئيس نبيه بري أمام زواره عن دعمه التام للكلمة التي ألقاها جبران باسيل في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب قائلا: برافو على أصله، لقد فضح العجز العربي الرسمي وأثبت أن لبنان هو الأشد التصاقا بقضية القدس وفلسطين والأكثر استعدادا للعطاء من أجلها، وهذا موقف يسجل لوزير خارجية مسيحي، وإن كنت لا أحبذ مثل هذه التصنيفات. ختام الجولة على الصحف، فاصل نتابع بعده الحدث ونعود إلى نانسي وضيفها. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع مستشار رئيس حزب الكتائب أستاذ ساسين ساسين. أستاذ ساسين، بدي أتابع معك في رد على تويتر من أحد المشاهدين علي، بيقول
رئيس حزب ضيفك بيقول نحن ممكن نتعامل مع الشيطان حتى ندافع عن أنفسنا، وهكذا برر تعامل حزبه مع إسرائيل سابقا، فلماذا ينتقد التعاون مع حركات المقاومة؟ ما بدي رد على كلام صرنا ردين عليه مليون مرة. نحن لكل اللي بهمنا سيادة لبنان، وسيادة لبنان واضحة ومعروفة، ما في لزوم كل إنسان يبحث شو هي السيادة. السيادة هي سيطرة القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي سلاح آخر غير سلاح القوى الشرعية المعترف فيها رسميا. بس هو بقول حين كنتم أنتم بحاجة لدعم تعاملتوا مع إسرائيل بحجة نتعامل مع الشيطان. خليني كفي لك. وضمن هالإطار السيادي نحن منشوف أنه نحن ضد أي سلاح غير شرعي، ونحن ضد سلاح حزب الله لسبب بسيط جدا، لأنه ينتهك سيادة الدولة وهو ضد القانون والدستور. ما في قانون ودستور بيقول أنه لازم يكون في سلاح غير سلاح الدولة، غير سلاح الشرعية الدولية، دولة لبنان، القوى الشرعية. هيدي الإطار معروف وواضح، هيدا إطار معروف وواضح. أما إذا بدك ترديني لسنة الـ75، سنة الـ75 إلى حيثياتها، إلى أسبابها، إلى تدخلاتها الخارجية، وإلى كتير إشياء. ليش مش موجودة هالحيثيات اليوم؟ لا اليوم مش موجودة. اليوم ما في فريق عميل يجي يقول له للفريق الثاني بدي كبك بالبحر. ليش اليوم حزب الله موضوع على لائحة العقوبات والإرهاب وعربيا، وهو لبنان بقلب الصراع العربي الإسرائيلي. لو نحن اليوم عم ندافع عن سيادة الدولة، الدولة اللبنانية، في دولة اليوم موجودة بمؤسساتها، عم ندافع عن سيادة الدولة. اليوم سيادة بلد مش الدولة قادر يشيل نفايات بالسياسيين، يعني وانتو حملتكم خلينا نكون انتو بتكون ترهنوا مصير البلد. البعض يقول لسلطة، نحن عم نحكي عن سلطة خليها تعترف هذه السلطة انه هي ولا قادرة انه هي خليها تعترف هذه السلطة. ما انتو معترفين بفشلها، انا عم بحكي انتو انتو معارضة طبعا. طيب يعني انتو معتبرينها فاشلة؟ فاشلة اذا انتو معتبرينها فاشلة. اليوم في فريق بيعتبرها جزء من اللبنانيين انها فاشلة لدرجة مش قادرة تحميهم، لذا المقاومة مبررة. المقاومة مش جاي نتيجة هاي السلطة، معلش هاي المقاومة صار إلى سنين موجودة لأنه الدولة فاشلة بالدفاع عن حدودها. ليش ما بنبني الدولة لكن على أصول قانونية وسيادة؟ كنتوا أنتوا بالسلطة، ليش هاي المقاومة ما بتساهم ببناء الدولة وبتسلم سلاحها للدولة ليصير عندنا سلطة ناجحة؟ هي مشكلة سلاح طبعا، كلها مشكلة سلاح هي المشكلة الأكبر طبعا. مشكلة سلاح طبعا طبعا طبعا. رح نحن مشكلتنا مشكلة سلاح بالبلد كانت. رح أعطيكي مثل صغير ولا مشكلة قرار سياسي يتحكم بالقوى المسلحة؟ قرار سياسي داخلي لبناني؟ ايه؟ ابدا بلا ابدا. قرار سياسي اللي عم يتحكم بقوى مسلحة داخل لبنان هو خارجي، وكل بيعرف. ولما بيطلع السيد نصر الله بيقول انا جندي بالبزدران الايراني، معناته مبين القرار السياسي منين عم يجي لهذه المجموعات. خلينا نكون واضحين، ما في خلاف عليها، وباعتراف المسؤولين بالحزب بهذا الموضوع. ما نقول لا، بس إذا كنا نحن بدنا سيادة دولة، علينا كلنا أن نأتمر بالدولة، علينا كلنا أن نسلم أمرنا للمؤسسات وننتج سلطة قادرة أن تحكم لبنان على الأسس والمبادئ اللي نص عليها الدستور اللبناني. مش كل فريق يروح يدبر حاله بحاله، وفريق تاني يدعي مقاومة، وفريق تالت يدعي حماية، وفريق رابع ما بعرف شو، وفريق خامس شو. هيدي كلها بتأدي إلى زعزعة الكيان وزعزعة الدولة. نحن مع بناء الدولة. بناء الدولة ما بيكون بوجود أي سلاح خارج إطار القوى الشرعية. طيب اليوم بالحديث عن السيادة، بالعودة إلى 24 استقالة الرئيس سعد الحريري، موقف حزب الكتائب كان شبه غائب، مظبوط؟ لا ابدا، كان موقف رئيس موقف الكتائب كان واضح. وين واضح؟ لما اعلنت الاستقاله نحن كنا قبل عم نطالب باستقاله هذه الحكومه لاسباب عددناها وشرحناها على الراي العام دائما، ولكن نحن كنا عم نطالب رئيس الحكومه بالعوده الى لبنان واعلان استقالته من لبنان. بزيت النبرة اللي هلأ عم تحكي فيها طبعاً حضرتك طبعاً عن وجود طبعاً عسكريين أجانب أو مسلحين أجانب على الحدود، طلبتوا بطريقة يعني مش أقل من السقف تبعولكم أبداً أبداً، حتى يعني ما سمعناها أبداً أبداً أبداً. نحن في موقف كان استقالة من خارج لبنان، طلبنا
بأن يعود رئيس الحكومة إلى لبنان ويعطي موقفه الواضح والصريح من الموضوع هيدا. ولكن كل بيعرفوا أنه فترة هذه الاستقالية كان فيها غموض، فيها غموض كبير. ليه غموض؟ كان في غموض أنه كان في فريق عم بيقول أنه الرئيس مخطوف، رئيس الحكومة بالسعودية، وكان رئيس الحكومة عم يطلع بالإعلام ويقول أنا مش مخطوف، أنا حر. فاليوم شو بدك تبني رأي؟ كنا عم نطالبه بالعودة إلى لبنان وإعلان استقالته. ما بنيتوا رأي من تدخل السعودية بالشؤون اللبنانية؟ نحن دائما رأينا ما سمعناكم طلعتوا ولا أبداً موقف صارخ باعتبار السعودية حزب لبناني أنه حزب إرهابي. بده يكون لك مش عم تطلعوا على مواقف حزب الكتائب. مواقف حزب الكتائب دائما ضد تدخل أي فريق. طلعتوا بيان بلبنان ردا على الجامعة العربية؟ طبعا 100 بيان طلعنا، مش بيان ردا على توصيف حزب الله بالجامعة العربية. ما طلع بيان لا لا، بدنا نحكي عن هلا. ارجعوا ردا على توصيف اجتماع الجامعة العربية حزب الله بالحزب الإرهابي، ما طلع بيان. ارجعوا لبياناتنا اللي صدرت كلها من وقت الاستقالة لوقت اليوم، بتلاقوا انه نحن دائما كنا مع السلطة، مع الدولة، مع سيادة الدولة، مع عدم تدخل أي فريق بلبنان وعدم تدخل لبنان بأي بسياسة أي دولة بس أخرى. ما طلعتوا بيان مثل ما هلأ مثل ما عرفنا مثلا عرفنا أنه حزب الكتائب طلع بيان يعتبر القدس عربية. طلعتوا بيان تعتبرون حزب الله غير إرهابي لأنه حزب سياسي؟ ما طلعنا بيان بهيدي النقطة بالذات، بس طلعنا بيان بسيادة الدولة، سيادة لبنان هيدي تعتبر وتدخل بالشؤون الداخلية. تدخل بالشؤون اللبنانية، هيدا تدخل. لما بيكون في تدخل بالشؤون اللبنانية نحن بنطلع بيان. بتقول حضرتك هلأ أنه السعودية تدخلت بالشؤون اللبنانية عبر استقالة الرئيس الحريري؟ خلي يطلع الرئيس الحريري ويقول أني أنا قدمت استقالتي تحت الضغط، ساعتها بيكون في موقف غير موضوع. بس لما المعني الشخص المعني بيقول أنا حر بقراري وأنا قدمت استقالتي بحريتي والبرهان، ورح أعطيك شغلة، إذا كان قدم استقالته من الخارج ليش واستقالته غير قانونية واستقالته مش مزبوطة، ليش رجع طلع بيان عن مجلس الوزراء يقول عودة الرئيس عن استقالته؟ شو يعني ليش عودته عن استقالته لما بتكون هاي الاستقالة جبرية؟ خليه يطلع رئيس الحكومة يوضح هيدي النقطة. لأنه بس إجا على لبنان صار بده يعود عنها، هو أعلنها بالآخر في شيء أعلن على الملأ، فمجرد بده كيف يتراجع عنها؟ هذا الشيء يتعلق برئيس الحكومة. برئيس الحكومة لما الشخص المعني اليوم أنتو رئيس حكومة بلد بيروح بيعلن استقالة من السعودية، ما بتطلعوا موقف ضد هذه الدولة اللي كانوا وزراء أو سفراء بلبنان عم يتصرفوا على أساسه أو سياء على هذا البلد؟ أنا برجع بردك للبيانات، جيبوا البيانات وشوفوها. نحن طلعنا موقف واضح بهذا الموضوع أنه الاستقالة من خارج لبنان نحن بالنسبة لنا لا تكتمل الاستقالة لما بيرجع رئيس الحكومة على لبنان ويعلن موقفه من لبنان. طلب موقف من تصريحات وزير السبهان ردا عليه، كان عم يأمر يأمر اللبنانيين ويتوجه لهم بطريقة الأمر، أما بتكونوا معنا أو ضدنا أو مع حزب الله أو بتكون تنزعوا سلاح هذا الحزب، من وزير الخارجية السعودي إلى السفير. لو حدا غيرهم يعني اليوم قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق الأمين العام لهذه الحركة، أنتوا قمتوا القيامة عليه بلبنان، ليش موقفكم ما سمعناه بهالحدية؟ الدولة السعودية اجت حطت مقاتلين لها على الحدود، كانت عم تهدد، كان في كان سفراء عم بيهددوا البلد بحرب، معلش كان سفراء عم بيحكوا وكان في أجوبة من الداخل لسفراء او لغير سفراء. ليش ما جاوبتوا؟ نحن مش سلطة ولا هم، انتوا معارضة وسيادة ولواء سيادة. نحن معارضة وسيادة ومطالب بالسيادة، وضمن هذا الإطار كانت بياناتنا، ضمن هذا بس الإطار. لم تأتوا مرة على انتقاد الموقف السعودي المتدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية؟ لما منقول نحن ما منسمح لحدا يتدخل بسيادة لبنان، كان في حدا معروف من اللي عم يتدخل، لم تأتوا على ذكر السعودية بأي بيان أبداً. وهي اللي كانت معروفة أبداً. مين كانت الأزمة بين لبنان والسعودية؟ مش مزبوط هالتجني علينا بهيدا الموضوع. طلعتوا بيان سميتوا السعودية ما سمينا حدا. نحن أصلا اللي بده يسمي هي السلطة مش نحن. نحن نحن منطالب، نحن منطالب بسيادة الدولة ومنطالب بعدم تدخل أي دولة بسياسة لبنان. تعتبر السعودية دخلت بسياسة لبنان بهذه لما الفترة. إذا هي فرضت على رئيس الحكومة الاستقالة طبعا بهالفترة الماضية طبعا
دخلت السعودية بس بده يطلع رئيس الحكومة ويقول بغض النظر عن موضوع رئيس الحكومة عن رئيس الحكومة عم بغطي. أنا عم بقول لك بتصريحات مسؤولين سعوديين ما في عندي وزراء ووزير خارجية وسفير هذا ووزير شؤون الخليج كل هدول كانوا عم يتدخلوا بالشؤون اللبنانية. نحن رفضنا التدخل بالشؤون اللبنانية علنا من أي جهة أتي من السعودية ومن غير السعودية. بس بتعتبرها بوقتها تدخلت؟ ما بقلي هذا ما بغض النظر عن موضوع الرئيس الحرير ما تدخل كان هيدي محاولة للتدخل بالسياسة اللبنانية أو للإيهام بشيء معين. نحن كنا ضده وبعدنا ضده وضد أي محاولة لأي تدخل بالسياسة اللبنانية. تؤيدون عودة الرئيس الحريري عن استقالته؟ نحن ما لا أيدنا استقالته لا أيدنا عودته. نحن من أي شغلة وحدة. نحن اللي شايفينه بهذه السلطة وبهذه الحكومة فشل ذريع بيك على كل الأصعدة. ونحن من قبل هذه الأزمة كنا عم نطالب برحيل هذه الحكومة لأن هذه الحكومة ما عم تعطي اللي لازم تعطيه للشعب اللبناني. وهي الحكومة نحن معتبرينها حكومة فاشلة. ومن هون نحن أكيد سواء استقالت هذه الحكومة تحت ضغط أو استقالت بإرادي نحن شخصيا موقفنا واضح منها لحد اليوم. بس شو اللي معتبرينه ما عم تقدر تعطيه؟ ليه؟ مثل شو؟ أنتوا بقيتوا بالحكومة قديه؟ قديه بقيتوا بالحكومة؟ من 2005 ل 2015 بكلامهم هن بكلام مجموعاتها ومكوناتها خذي مواقف مكوناتها. إنه في فريق كان بده يستقيل في فريق عم بيطالب بتغيير الوزراء مزبوط ولا لا؟ طيب. أكثر من فريق عم بيطالب بتغيير الوزراء داخل الحكومة لأدائهم اللي مش مزبوط صحيح؟ في قرارات صدرت عن هذه الحكومة ورعدوا ورجعوا عنها. في مليون خبرية صدرت بهالحكومة. طيب بس ما أنتوا بعض في ملفات في ملفات يعني مثلا رح أعطيك في ملفات كثيرة نحن عم ننتقدها. عم نحكي بملفات فساد عم نحكي بملفات طيب كهرباء. بس بعهد حكومتكم لا الكهرباء كانت احسن، الزباله اكلت الطرقات وما لقيت الطرق. الحكومه اللي انتم كنتوا فيها قبل ما يستقيل وزراء الكتائب نحن كنا بس حكومتكم هي معلشي. حكومه اللي وضعت الجدار العازل وحمت حالها وراء جدار العازل عن المواطنين لما الزباله اكلت الطرقات. نحن كنا بحكومه ولما لقينا انه نحن ما عم نقدر نغير بداخل قرارات هذه الحكومه استقلنا وتركنا الحكومه لحتى نكون منسجمين مع مواقفنا ولحتى تكون سياستنا واضحه وشفافه. مش للاستثمار السياسي كما قال البعض على اساس الانتخابات رح تصير سنه الماضيه. اي استثمار سياسي انتم استقلتوا قبل الانتخابات. اي استثمار سياسي يعني هلا سياسيا شعبيا الامور انه نحن عم نستقيل لانه البلد بالعكس تمام. اذا بدي اعمل استثمار سياسي لما بكون بالحكومه قادر اعمل خدمات للناس، قادر استثمر وجودي بالحكومه للانتخابات النيابيه. والبرهان انه عندما بيكون في كل استحقاق انتخابي بيقولوا انه الوزير مش لازم يكون مرشح وبنعمل حكومه بدها تمرق الانتخابات ما تكون لها علاقه بالعمليه الانتخابيه. بينما نحن لو كنا عم نستثمر او بدنا نستثمر وجودنا من اجل الانتخابات او خروجنا من اجل الانتخابات، لا وجودنا كان افضل داخل الحكومه للانتخابات. لانه الكل بيعرف انه وجودك داخل الحكومه بيامن لك مروحه من الخدمات بتقدر تقدميها للناس. اما خروجنا قدرة تأمين الخدمات بوضع مثل لبنان كثير ضيقه صارت. مش معناتها اذا طلعوا يحكوا انه مواقف شعبويه واخبار يعني صارت صحيحه، مش صحيحه. خروجنا من الحكومه كان انسجاما مع مواقفنا، لان احنا ما بنقبل نكون شهود زور داخل الحكومة وأن نتحمل مسؤولية قرارات ما عم نقدر نغير فيها ولا عم نقدر نأثر فيها. من هيك فضلنا نطلع. لذلك نحن وجودنا بالحكومة رهن بمشاركتنا بالقرار. إذا قدرين نشارك بالقرار منكون بالحكومة. أما إذا كان وجودنا فقط حتى نكون صورة، لا نحن لا بدنا حكومة ولا بدنا أي شيء تاني. نحن الشرف لنا نكون خارج الحكومة ونكون بالمعارضة ونسير بالمعارضة ونجحنا بالمعارضة وبشهود كل اللبنانيين بيعرفوا نجاح حزب الكتائب بقيادة هذه المعارضة والنتائج اللي حققها من خلال معارضته. بموضوع اللقاءات والاستشارات اللي صارت بالسعودية قبل استقالة الرئيس الحريري واللي عم تتكشف يعني يوم بعد يوم عم ينكشف أسرار هذه اللقاءات، من ضمنها لقاء النائب سامي الجميل مع ولي العهد. هل صحيح بأنه النائب سامي الجميل كان على علم بأن السعودية لا تريد بقاء حكومة سعد الحريري؟ أبدا مش صحيح. أولا زيارة رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل للسعودية
عم تطرحوها ضمن إطار استدعاء، لم منه استدعاء وما حدا بيستدعينا لمطرح. كيف في ترتيب لزيارة ومثل زيارة السعودية، مثل زيارة الإمارات، مثل زيارة الأردن، مثل زيارة اليوم ألمانيا، مثل زيارة بكرة لفرنسا. اليوم رئيس الشيخ سامي جميل بزيارة رسمية بألمانيا، بكرة رح يكون بفرنسا. في مجموعة، في مروحة كبيرة من الزيارات للعواصم والدول المؤثرة بالسياسة الدولية والسياسة اللبنانية، وهيدي الزيارات تندرج ضمن هذا الإطار. هلا زيارته للسعودية كانت أول زيارة، يمكن بس لك النائب وليد جملات رفض أن يلبي الاستدعاء لأنه اعتبروا أنه كان بطريقة استدعاءات، وكان البعض يقول في معلومات كانت تقول أنه كان الهدف إعادة تفعيل معارضة شبيهة ب 14 أدار، وطرح هذا الأمر على النائب سامي الجميل وعلى الدكتور سمير جعجع. أبدا لم يطرح هذا الأمر على النائب سامي الجميل. كانت زيارة أول شيء تعارف، كانت أول شيء زيارة تعارف، لأنه كانت أول زيارة بيقوم فيها الشيخ سامي جميل إلى السعودية ومقابلة ولي العهد. هيدي واحد. اثنين، كانت زيارة أفق بالسياسة. شو يعني أفق؟ يعني وضع المنطقة، وضع المنطقة ككل وإبداء رأي لا أكثر ولا أقل. بس مش نقلكم ولي العهد امتعاض من حكومة وإدارة الحكومة والطريقة التي تدار فيها الأمور باللبنان، نقل هذا الأمر. ما نقل هذا الأمر أو لم ينقل، يعني هن ما أخفوا السعوديين موقفهم من أنه هن بيعتبروا وقت اللي تبلغتوا. نحن موقفنا واضح. لا، موقف السعوديين اللي تبلغتوا كان موقفهم هذه الحكومة لا تمثلنا ولا تحمي مصالحنا. سئلنا عن موقفنا بالسياسة التي تجري بلبنان، وكان رأينا بهيدا الموضوع بالذات هو الرأي اللي عم نعلنه كل يوم أمام كل اللبنانيين، إنه هذه السلطة هي سلطة فاشلة، وهذا الدور الذي تقوم به لا يخدم مصلحة لبنان، لأنه هيدي السلطة نحن من الأساس لما عارضنا انتخاب مرشح حزب الله لم نعارضه لشخصه، ولم نعارضه لكون العماد ميشيل عون هو الرئيس اللي بدهم ينتخبوه رئيس جمهورية. نحن عارضنا لأن هذا الشخص، تسمية هذا الشخص اجت من حزب الله، ولذلك لن يتمكن هذا الرئيس من أن يكون وسطيا. هيدا كان رأينا من الأساس، وهيدا رأينا اللي حكيناه بعلنا. شو كان رأيكم بالرئيس سعد الحريري؟ لأنه كان السؤال مطروح عن إدارة الرئيس سعد الحريري من قبل السعوديين. أبدا، نحن ما من سألته عن الرئيس سعد الحريري أطلاقا، ما طرقته، بس من سألته صراحة لا شخص مش قيل لكم بأنه هاي الحكومة هي حكومة ترضخ لحزب الله، وأنه نحن قلنا أنه هذه الحكومة ما عم بتقوم بمسؤولياتها اللي لازم تقوم فيها، وهذه الحكومة هي حكومة فاشلة، وهذا عم نقوله. بس ما وصفتوها بالسعودية بأنها حكومة، وعم نقوله بلبنان، وعم نقوله بأنها حكومة حزب الله بمعنى، أو أن القرار بالرئيس سعد الحريري بالشخصي، ولا قلنا علاقة معه للرئيس سعد الحريري بالشخصي. بس أطلقا. سؤلته عنه، ما سؤلنا عنه شخصيا، لا سؤلنا كحكومة، كعمل حكومي وكإدارة حكومية، كحكومي ما عم بقول لك كحكومي قراراتها شو هي وكيف عم تخدم البلد. نحن برأينا ولحد اليوم بعده رأينا زيته انه هذه السلطه، ما قلتوا له انه هي حكومه ايران، ومن قال انه هيدي الغلبه لحزب الله؟ نحن هذي عم نعلنهم علنا، يعني عم نقول انه هذه الحكومه من اصل 30 في 17 وزير يحتكمون بامر لحزب الله، لسياسه حزب الله، ما عم نقولها علنا، عم نقولها قدام كل العالم، ما عم نستحي فيها. بس القول بهذا الامر في الرئيس، بس لما انتم تقبلوا انه يتناقش معكم بامور تخص لبنان، هذا تدخل عام بالشؤون. هذا اسمه لا خرق السياده. بلا، في شفت لك شي مره مسؤول فرنساوي اجى على البلد عندنا وقعدتوا تناقشوه بسياسه الحكومه الفرنسيه او السعوديين؟ شي مره قعدتوا تناقشوهم انتم؟ اليوم في حدا اليوم بكل لبنان يناقش السعوديين كيف يحاربون الفساد، وكيف اليوم الامراء اللي هن
ما لي علاقة بالسياسة السعودية. أنا ليش هم بدهم يكونوا له علاقة بشوفكم اليوم بالحكومة؟ كم وزير لحزب الله فيها؟ شو السياسة هذه الحكومة؟ أنتم بتعطوا أجوبة. عم نقول لك رأينا اللي عم نعلنه قدام كل العالم، نحن ما عندنا شيء بالمخفي. ما عندنا شيء هون منه رأي، هيدا تحقيق، هيدا تهمة تعتبر وليس رأي. إنه اليوم اللبناني يروح عند بلد خارجي يحكي عن شؤون الحكومة اللبنانية، هذا يعتبر خرق للسيادة. أنتوا عم تخلوا غيرنا يتدخل بشؤوننا. مش مزبوط هالكلام. نحن اليوم وقت اللي نحن عمالين نطلع بزيارات رسمية، عن شو بدنا نحكي؟ ما نحكي عن الثياب، عن البدلي، عن شو بدنا نحكي؟ ما نحكي عن السياسة اللي عم تحصل بلبنان. ولكن نحن ما عم نحكي إلا الكلام اللي عم نحكيه علنا، والكلام يلي عم نصرح فيه بالإعلام وعلى الملء، وما بنستحي فيه قدام حدا. بس في فرق انك تصرح فيه بمعارضتك. اما انه حدا ينسب لنا اي كلام بمس بشخص الرئيس الحريري او بمس باي شخص اخر، لا انا عم اقول لك اساسا، وما طرحته هذا السؤال. انا ما طرحت انه انتم في غيركم ايه تتعرض لشخص موقفنا واضح علني. انا ما عم بقول لكم، بس انا عم بقول لك الا تعتبر انه اليوم السعوديه حين كانت عم تسالكم عن حكومه وعن وضع الحكومه وعن الملفات بالبلد، عن انه في 17 وزير لحزب الله عم ينقال، عم نحكي بشكل عام، هيدا ما اسمه تدخل بالشؤون الداخليه؟ لا. وما اسمه انه انتم عم تفرطوا بالسياده وبتسمحوا لغيرنا انه يتدخلنا بالشؤون؟ ابدا، هيدا ما اسمه شيء ابدا، لسبب بسيط جدا، لانه كل اللي عم تحكيه على الملأ وأمام الإعلام وعم تبدي موقفك بالداخل هو ذاته اللي عم تحكيه بالخارج، هذا أبدا ما اسمه تدخل، هذا اسمه أنك أنت بعدك بالذات السياسي اللي ماشي فيها التي عم بتطالبي فيها وين ما كان بسيادة الدولة. البعض بيعتبروا استعانة بالخارج. هلأ بيعتبروه ما يعني بيعتبروه. أنا اليوم إذا بقول لك إذا إجا مسؤول سعودي على لبنان، أنتوا بتسألوا اليوم شو عم بيصير بالسعودية؟ شو في بالكارلتون مثلا؟ بتسألوا؟ هل يجرؤ أحد؟ ما دخل. هيدا اسمه شؤون داخلية. عم لك اليوم ونحن حكومتنا شؤون داخلية وملفاتنا شؤون داخلية. لا. اليوم لما بدك تحكي عن موقف لبنان في الصراع مع الإرهاب، هيدا ما اسمه شؤون داخلية، ما تحكي عن تقوية المؤسسة. لا، بس لما نحكي إنه في عنا 17 وزير أني قراره من حزب الله وبصوته هيك وما بصوته هيك، هيدا تدخل. لما بدك تطلبي قرار معين من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي، ما بدك تقولي ليش عم تطلبي هذا القرار؟ شو حيثيات هذا القرار؟ نحن بالنسبة لنا اليوم التدخلات اللي عم تحصل بالخارج عم بتعطل سيادة الدولة، وذلك عم نحكي عم قلك واليوم جولاتنا الدولية كلها من أجل تحصين سيادة الدولة. ممكن بعض يعتبرها لما بدك تلتقي بمسؤولين لما بدك تلتقي بمسؤولين بالدول بدك تحكي عن سياسة لبنان، ولكن نحن ما بنحكي عن سياسة لبنان. سياسة لبنان اليوم النائب النفس. النائب هيدا انتم عم تروحوا البعض رح يقول تفسدوا على حزب الله برا. فسي. انه التدخل بالنزاعات الاخرى. نحن مش هيك موقفنا. موقف لبنان الرسمي هو موقف البيان الوزاري وخطاب قسم رئيس الجمهورية. مش موقف لبنان الرسمي التدخل بالنزاعات. وين تنفيذ خطاب القسم؟ بغض النظر لو كان خطاب القسم اليوم عم يتنفذ، معلش لو كان خطاب القسم عم يتنفذ ما كنا بحاجة لهيدا الإعلان اللي صدر من يومين من مجلس الوزراء. لو كان عم يتنفذ خطاب القسم، لو كان عم يتنفذ البيان الوزاري، ما كنا بحاجة لهالإعلان يلي صدر من يومين بمجلس الوزراء. لو كان سياستنا الخارجية واضحة ومعروفة وبتدل على سياسة لبنانية صرفة لمصلحة لبنان وسيادة لبنان دون أي تدخلات، ما كنا بهذه المواقف. رح تابع معك بعد التوقف مع فاصل إعلاني أخير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع مستشار رئيس حزب الكتائب الساسي سنسين. استاذ سنسين، اليوم حزب الكتائب شو؟ معارضه؟ ما بتكون فاتحين على يعني كان في دعوه للنائب سامي دجمالي يلي مختلف الافرقاء انه اللي بده يجي اهلا وسهلا لعنا الى صفوف المعارضه. مع مين بلشتوا المحاولات ضم من الحكومه الى المعارضه؟ اولا نحن كمعارضه معروف المعارضه اللي عم نمارسها بوجه السلطه القائمه، ومعارضتنا لحد اليوم فينا نقول انها بناءه وعم بتحقق اهداف. صحيح مش عم نقدر نحقق كل الاهداف، ولكن عم نحقق اهداف، عم منصوب الامور، وفي ناس مستقلين وفي احزاب كلها في تنسيق
نحن وياهم بداخل هالصف المعارض للسلطة اللي نحن فيها. أما أنه اليوم الدعوة، نحن ما منشكل دعوة لحدا حتى ينضم لإلنا، إنما نحن نتباحث مع جميع الشخصيات وجميع الأحزاب اللي معارضة اليوم بنهج السلطة. هل القوات تعتبروها باتت أقرب إلى المعارضة؟ يعني مثل بقول الواحد اجرب البول. لا، ما فيك تعتبريها هلا اقرب الى ما فيك تعتبريها ابدا بهذا ولا تصنفيها بهذا التصنيف لسبب بسيط، لانه القوات بعد اليوم فريق داخل الحكومه. لما بدها تصنف حالها اقرب الى المعارضه عليها ان تستقيل من هذه الحكومه وتمارس عمل المعارضه من خارج الحكومه الحاليه. وأما وأنه لا يزال أفرقاء داخل عندها وزراء ثلاث وزراء داخل الحكومة، يعني ما فيك تاخديها بتصنيف معارض، وإن كان عندها مواقف معارضة من داخل الحكومة، إنما هي ضمن الالتزام الحكومي. مين حليفنا اليوم؟ حليفنا الناس، حليفنا الشخصيات. مثل ما قلت لك في كثير شخصيات، في أحزاب كمان اليوم معارضة وموجودة، مثل حزب الوطنيين الأحرار مثلا، مثل لواء أشرف ريفي. لواء أشرف ريفي بنلتقي معه بهالأمور هيدي. في شخصيات مستقلة، في الناس. نحن أهم شيء عندنا معارضتنا هي اللي عم تحكي باسم وبلسان المواطن اللبناني اللي عم بيعاني من تجاوزات هذه السلطة، وعم بيعاني من إدارة هذه السلطة الخاطئة للملفات الحياتية للبناني. كيف علاقتكم بالرئيس سعد الحريري بعد عودته؟ علاقة مثل ما كانت بعدها، يعني حقيقة صار اتصال بين الشيخ سامي جميل، اتصل فيه مهنياً بعودته بالسلامة، ولحد هلا اكيد ما في اتصال سياسي بمعنى السياسي، لانه الرئيس حكومي هو رئيس حكومي سلطه معينه اليوم، ونحن معارضين لهذه السلطه. انما نحن كل شيء سواء كان بالعلاقه، العلاقه الشخصيه ما فيها اشكاليه ابدا، والعلاقه السياسيه تندرج ضمن اطار ممارسه اداء السلطه وممارسه المعارضة لهذا الأداء. بموضوع الدعوة على النائب سامي الجميل التي حركها وزير العدل سليم جريساتي، سيمثل أمام القضاء أو رح يتحصن بحصانته النيابية؟ يعني نحن لحد هلأ هذه الدعوة ما شفناها مهمة إذا بدك الحقيقة، لأنه تندرج ضمن إطار مثل ما وصفها الرئيس الشيخ سامي الجميل، ضمن إطار محاولة للعودة إلى العهد السابق ما قبل 2005، ترهيب وتهديد للرأي الحر بأنه يبدي رأيه، أو بالأحرى للنائب بأن يمارس وكالته النيابية عن الناس. فضمن هالإطار ما اعتبرناها أساسية. ليش هو ولا مش قال أنه سجنه سامي الجميل الوزير؟ قال اليوم أنه الوزير فليحقق معه ليقدم مستنداته. خليني أنه شو عنده أدلة بتثبت هذا الفساد؟ الكتاب اللي سطره الوزير يختلف كليا عن ما كان لازم يكون. يعني اليوم أنا كنائب عن الأمي بطلع ببدي رأيي على الوزير، إذا بده يحول الأخبار، الأخبار بياخده مثل ما هو الخبر وبيحيله بمثابة أخبار للمدعي العام بدون ما يبدي رأيه ويقول شو اللي لازم يعمله المدعي العام. إنما المخالفة اجت ضمن هذا الإطار، وكأنه عم بتهددنا وترهبنا أنه نحن موجودين ونحن بالمرصاد لإلكن. لا، مش هيك الأمور بتصير. وبيعرف معالي الوزير وبيعرفوا الكل أنه حزب الكتائب ما بيخاف من هيك تهديدات ولا بخاف من أي إشي غير قانونية. بس البعض عم بقول كمان الممارسات، يعني بمعنى أنه اليوم صار حزب الكتائب يعارض للمعارضة. يعني شو الأدلة والإثباتات والبراهين اللي عم تقدموها للناس بموضوع تقدمنا بمجموعة دعاوى؟ على شيء ما في شيء عم نحكي فيه إلا ما تقدمنا فيه بدعاوى. تقدمنا بمجموعة دعاوى التحقيقات بعد ماشي، تقدمنا باعتراضات أمام المجلس الدستوري كمان في منها تخذ بقرار جاء لمصلحة الناس والكل بيعرفون. نحن على طول نمارس عملنا ضمن الأطر القانونية والدستورية. نحن ما بنعمل أي عمل خارج الإطار القانوني وخارج الدستور ولا بأي شكل. طيب رح يستجيب للدعوة ولا لا؟ لما كان عم يحكي من بكركي كان عم يحكي ضمن إطار وكالته النيابية عن الناس، فما حدا بيقدر
يرهبنا بهذا الموضوع. سيمسوا للتحقيق ولا لا؟ هذا قرار بناخده بعدين، ندرس الموضوع نحن ك بس المرجح انه شو انه ما اولا في موضوع مجلس النيابي، يعني حصانته النيابيه، حصانه النيابيه. ثانيا بعد لحد هلا نحن كقياده حزب الكتائب ما درسنا الموقف اللي لازم ناخده من هالموضوع. لما بيرجع الشيخ سامي من جولته برا، هذا قرار بيتاخد على مستوى القيادي وعلى مستوى الشيخ سامي كمان شخصيا. فلذلك انا ما فيني جاوبك عليه اليوم، لانه هذا قرار بيتعلق فيه هو شخصيا اولا، ويتعلق بالحزب ثانيا. شكرا لك مستشار رئيس حزب الكتائب ساسين ساسين، اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه. غدا حلقه جديده من برنامج حدث، تكونوا على الموعد.